ولو 200 حمرتهم إلى أن تسبكوا مع قطع اللحمة اللي هي هبرة كنت سالقتها من قبل، فحمست حمست حمست إلى أن صفى الدهن عن الحمسة. حطيت البربير وحطيت شوربة الدياي أو شوربة اللحم اللي أنتوا تحبونه تحطون عليه وتخلونها، يعني كيف يا لحم يا دياي، على نار هادية. اللي حطيته فقط الكمون والكزبرة وشوية من السبع بهارات. هني راح أخليه يتحمر على راحته، وراح أحط وياه بعد سبع بهارات، وبحط الكمون، القفشة مالت السبع بهارات اللي هي قفشة العودة، لأن بهاراتها وايد. القفاش الثانية تكون اللي هي نص قفشة من الكزبرة ونص قفشة من الكمون، كافي عليها. ابتدي أجيب الجوز وبحمر الجوز معاها، نحمره مع بعض. ها أمو محمد شوية يبيلة على ماية بس يتشرب، بعدين نحط عليها البصل والبصلة ونخليها. أنا أروح أجيب الجوز عشان أحطه عشان بعدين من وراك أسوي الصلصة. روالي على ما يخلص رمضان اللي احنا ميتين من اللحم. لازم بعد. انا بحاول اكسر اليوز تكسير كبار، لان حالات طبعا اللحمه بالجوز. ايه مو محمد ممكن امري ابي شويه دبس الرمان اذا في اي موجود هني تحت. بحط جوز واخليها، انا قاعده اشم ريحتها حلوه، بس كل ما كسرنا كل ما صار أحلى. كسرة صغار شوية عشان الحين ببتدي في الكبة، وأنا ومحمد بعد شوية نعطيكم فرصة تعطونا راحة على ما نسوي كببنا. الحين بس أعين الكبة بعدين نشوف شنو نسوي. هذه حمستي بينت ريحتها، بينت. الحين بحط دبس الرمان. دبس الرمان قفشة كبيرة، يا حلوها دبس الرمان مع الجوز عجيبة. مع اللحمة المفرومة داخل الكبة البرغل، وايد وايد طعمها راح يكون حلو. شوفوا الجوز مبين قاعد يتحمر، يطلع لي زيوته، وعندي البصل قاعدة تطلع زيوته، إضافة إلى اللحم نفس الشيء. أخليه يبرد، على ما يبرد أروح أسوي أغسل إيدي، بس بحط شوية ملح هني. ترى للحين أنا ما حطيت ملح، بس بحط ملح باللحم ووديه منك، لأن أنا هناك محتاجة ملح. هني نسكر، أنا على ما أسوي الصلصة نسكر ونروح الجهة الثانية حق أغسل إيدي وأرجع لكم بس عشان نسوي. على ما تغسل إيدينها أم أحمد أي أبتدي أحط عندي البصل، وما أخلطه، أخليه شوية على ما يتسبك مع اللحم، وأجهز عندي بهاراتي. أم أحمد عندك فلفل أسود هني؟ أم أحمد؟ نعم. فلفل الأسود؟ ما عندي أنا فلفل أسود. نعم. فلفل الأسود هناك. خلي عندي بعد أنا أبي.
تبين فلفل أسود هني ولا هنا؟ هني هني. نجيب لكم مقاديرنا مالت الكبة على الطريقة اللبنانية اللي أنا تعلمتها من صديقتي، صديقتي اللبنانية تعلمتها منها. بداية أنا ما راح أغسله. شو رأيك أم محمد ناخذ فاصل صغير على ما نضبط أغراضنا؟ بس أحط البهارات وأقصر عليها. إيه. حطي البهاراتك. إيه. الحين لما نشفت أحط عندي 3 ملاعق إنزين، وعندي أحط الدارسين ملعقة، وعندي الكمون، وعندي الفلفل الأسود، وعندي الكركم، وهم بعد ما أخلط الحين. إيه تخلينا. أخلي. بعدين. سكري وناخذ فاصل صغير ونرجع لكم. رجعنا بعد الفاصل نوريكم مرقتنا وين وصلنا. شوفوا شحلاتها طبعا ثقلت واخثرت، وعندي بعد اللحمة بدت تذوب أو تقريبا ذابت. الحين شنو بحط؟ بحط قفشة من النعناع الناشف، وبحط الملح، وبعد بخليها على راحتها لآخر الحلقة نقدم لكم إياها مع العيش الأبيض. 3 قفاش صغار تكفي للمرقة. مرقة حلوة ويعني فايدة فيها عجيبة. الحين بنخليها ونروح أم محمد. شنو عندك أم محمد؟ أي الحين أبي أسوي الصلصة. أي نعم. نبتدي طبعاً أول شيء نحمر البصل. طبعاً حطينا دهن. أي نعم. نحمر البصل مع الثوم. فصين ثوم ونخليها. الثوم عشان ما يلون لازم تحطي له قفشة ليمون، ما يلون معك. ايه. ما يصير مع أنه تونا مسوينا يعني. أدري بس ايه. يتأكسد مع الجو. خليه طبعاً. هذه الصلصة مالت الكبة. ايه مالت الكبة المرقة. ايه. نخليها وبعدين نحط عليها عندنا البهارات. شنو بهاراتك؟ فلفل أسود. اي قفشة صغيرة. اي وعندي كركم. اي نعم لا تحط وايد. ما احط وايد كركم. وعندي هم بعد شوية كلها قفاش صغار. كلك هذا شنو؟ من الكمون. كمون. اي بعدين اي ابتدي احط عليها الطماط اللي انا باشفته. اوكي الطماط طري. إيه؟ طماطه واحده حاطه. إيه؟ محمد لان صغيره كميه قليله. بس انتم حسب الكميه طبعا، حسب الكميه تقدرون تحمسون. على ما تحمس انا وريتكم كبتي اللي سويتها من ساعه، كبه التوست. ابتدي اقليها. انا حميت الدهنه. على ما تحمس ام محمد ابتدي احط حبة حبة وتخلون النار عليها. بعدها يبيلها شوية تحتمي، انطرها شوية لا تحطونها والدهنة باردة. اي احط طبعا قلنا الصلصة اللي سويناها الصبارة ونخليها شوية على ما تطبخ. ابتدي عندي احط المعجون الطماط. خلينها شوية بعدين. وخليها شوية وكت عليها شوية ماي لأن إحنا نبيها خاصرة شوية. إيه. زين. إيش رأيك أم محمد؟ إيه. أمري. خلين هذا نظيفة عشان تكببين فيه. أبتدي أنا أحط بس دائما وخروا عن النار لأن أصلاً الكبة معيونة على شنو؟ على شوية ماي، فلا بد إنه يكون فيها قليل من السوائل الماي. النار لازم تكون حامية
وحركوها كذي عشان ما تفتش معاكم، خلوها إلى أن تشقر ونقدمها لكم. وهذه صلصة أم محمد، بتحط فوقها شوية ماي وملح شوية. تبي الملح؟ إيه. كم قفشة؟ بس قفشة. قفشة واحدة من الملح. كفاية. لأن أصلاً الصبارة مالحة. الصبارة فيها إيه. دائماً الصبارة تعتبر مالحة. خليها تطبخ على راحتها. على ما تكببين هناك. على ما نكبب. خليها على راحتها. وعلى ما أخلص أنا كبتي أم محمد راح تقلي كبتها. نبتدي الحين. مكولة واحد. أي الحين طبعاً أبي أكبب المرقة، وعلى ما تخلص أم أحمد نقليها. أنا على ما كل كبة تخلصينها، إذا خلصت أنا بقليها لك. طبعاً لازم أحط شوية دهنة بإيديني وأخذ كمية كبيرة، لأنها طبعاً معروفة كبة العربانة كبيرة. ومثل ما علمناكم مثل أول شلون أني أنا أفتحها وأخليها على الجوانب وأبتدي أحشيها بالحشوة. إيه مو محمد؟ وأسكرها وأبتدي طبعاً سويها دائرية وبعدين أبطبطها في إيديني. والله نتمنى يا أم أحمد أن المشاهدين استفادوا منه. لا أكيد استفادوا أم محمد، اللي يشاهدونا ويتابعونا أكيد إن استفادوا، لأن شغلاتنا سهلة وبسيطة، بسيطة وتنفعهم وسهلة في سفرتهم الفطور أو القبقات والسحور. وعاد قعدوا وطالعوا عندي هذه الوصفات اللي احنا سويناها لكم، وبنقدمها إن شاء الله لكم بسعة رحب، وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. إن شاء الله يستاهلون. هني أم محمد تروالي خلص. خلص نسكرها. أسكر على ما هني على ما نقلي هذا. على ما تخلص. على ما نقلي الكبة. إيه على ما تخلص كبتك. إيه. حطها. أنا هني قاعدة أقلي الكبة إلى أن تحمر، وأم محمد قاعدة تكبب كبة العربانة وراح تحطها بالصلصة قدامكم. والصلصة مثل ما شفتوها سويناها عبارة عن بصل وثوم وصبارة وشنو؟ طماط، معجون طماط وطماط معجون. إيه؟ إيه؟ وشوية ملح وكركم وكمون وكمون. إيه؟ وفلفل أسود. ونخليها طبعاً إذا تبينها حارة حطي الصلصة فيها، تبينها أنا باردة أحط علوب. على كيفك، أحب الحرارة. أنت تموتين على البق الحار. أوف. ملاحظتك ما يطعم الأكل إلا الفلفل. الفلفل يا جماعة، حطوا فلفل كثر ما تقدرون ويطلع ينن، بس إذا عندكم يهال صغار. والله الحين حتى اليهال قاموا يا أنا يحبون. بنت بنتي عمرها 4 سنين تأخذ بطل غراش يسوونها يستنصون على وجبتها عليها. ما بقى إلا البيبسي بعد يحطونه في الفلفل. تدرين عندي أكلة على البيبسي؟ أنا حلو عندي. لا حلو البيبسي أعرفه، بس أقصد عندي دياي بالبيبسي والشوربة الفرنسية، الشوربة البصل. كبة العربانة لها طريقتين. ايه؟ طريقة أنك تقلينها. ايه؟ والطريقة الثانية أنك تسلقينها تفوحينها. تفوحينها. انت شنو تبين أي طريقة؟ لأن بنقليها. بتقليها لأن تصير ألذ. إذا تلاحظون الكبة عندي هني، كبة التوست بدت تشقر. تشقر راح أشيلها أحطها بالمشخال، وبعدين أقدمها لكم عليكم بستين عافية تاكلونها. طبعاً مقروشة، اللي يحب الكبب اللي تخرخش وكرانشي ترى هذه من النوع هذا. طبعاً راح أحط أشيل الكبة، بعدين أخذ شنو كبة أم محمد مدام الدهنة حارة. إيه. نبتدي ونحطها. نحطها. أخذ قفشة أحسن عشان أشيل الدهنة. بدينا على شغل أهلنا أول ما كانوا يستخدمون هالكسر. عندي الكهرباء، ماكينة الكهرباء علشان يطحنون فيها. كله بدينهم. كل عيان بدينهم. الله يرحم حالهم ويعطيهم الف عافية. واحنا الحين كله كل شيء ببلاش نقطها والدهن.